أعلنت مراكز التكوين المهني والتمهين عبر مختلف ولايات الوطن هذا الأسبوع عن الافتتاح الرسمي للسنة التكوينية 2019-2020، كما دعت شباب المتربصين للالتحاق بمقاعد التكوين والتعليم المهنيين في عدة تخصصات. التحديات التي يفرضها محيطنا، فإنني أدعوكم بعد أن اخترتم المسار المهني من أجل تحضير شهادات تضمن لكم خوض معترك الحياة المهنية والمساهمة في بناء الوطن، حيث أثبتت كل المعطيات الإحصائية أن خريجي التكوين المهني يلجون عالم الشغل بسهولة مقارنة بغيرهم، وفي حين تؤكد كذلك الأرقام أن أكثر من 50% من العاطلين عن العمل لا يحوزون على أي تكوين أو تأهيل. وهنا تكمن أهمية ما يقدمه هذا القطاع إلى الاقتصاد الوطني. أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأسرة التكوين والتعليم المهنيين على المجهودات المبذولة لاستقبال الفئات المختلفة من طالبي التكوين، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع، وأعلن رسميا عن انطلاق سنة تكوينية بولاية سيدي بلعباس. كل التوفيق لكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. تخصصات إضافية جديدة تطرقت إليها رسالة وزير التكوين والتعليم المهنيين لمسايرة التطور الحاصل وقصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المتربصين. السادة المفتشين ممثلي وزارة التكوين والتعليم المهنيين، السادة مدراء الهيئة التنفيذية، السيد رئيس الدائرة، السيد رئيس مجلس الشعب البلدي لبلدية جفا، السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء المجلس الشعبي البلدي، أسرة الإعلام، أعضاء لجنة الشراكة، بناتي وأبنائي المتربصين، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة الأستاذ دادا موسى بخير وزير التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2019-2020. هذه السوالف حرام، هذا هو التفكير أن التركيبة هذه من الأنواع الشعبية مفروض إلى شحن بعد المشحن هذا كذلك. التكوين والتعليم المهني هو مبدأ بحث البنوك في دور التكوين في المؤسسة في المقاومة.
المقاولاتية. المقاولاتية هي عملية ابتكار وتطوير طرق وأساليب جديدة لاستغلال الفرص المتاحة.